رجاء قصبني، اهلا وسهلا فيك باليوم على الحره وصباحك خير. اليوم راجعه باغنيه مصريه وانت اللي نجحتي وكسرت الدنيا بالمصري. صح. خبريني هالاغنيه قد ايه فيها تحدي، قد ايه فيها تفاؤل، قد ايه حاسه انه حتكون الهيت الكومينج بقوه لإلي؟ ورا حياتك انا لما بشتغل فن بشتغل من قلبي، بعطي اغنيه من صدق، يعني بصدق. الأغنية هذه نفس جديد لأنه هي كلابينج وشبابية شبابية، بس هذا ما بيمنع أنه يكون حاضر فيها الكلام، يكون قوي ويكون اللحن عنده إحساس، كوني أنا فنانة إحساس بالآخر. شو اسم الأغنية؟ اسمها يا ليلى. خبرينا هيك تفاصيل، بعرف صورتي كليب بدبي. صح. مين الشركة، مين المخرج، هيك شوية تفاصيل. شركة لايف ستايل، عم ستايل ستوديوز، عم نوجه لهم تحية عبر هذا المنبر وبنقول لهم تانكيو على دعمكم وعلى السبورت وعلى كل المجهودات يعني كل الأشياء اللي وظفوها حتى يقدموني بطريقة تكون صحيحة وتكون بتناسب يعني روحيهم وروحي أنا في الأداء الفني. فأكيد تحية ليهم، وأكيد المخرج عادل سرحان غني عن التعريف، والأغنية من كلمات الشاعر عمر المصري سامر أبو طالب، عمر الخضري، وأكيد ماستر ميكس توما. خبرينا شو في جديد. والله شوفي، بالنسبة لمصر أنا عندي حفلات بدار الأوبرا قريبا، يعني إن شاء الله عم نبرمجها حتى أطلع كمان بالصورة اللي هي طربية، لأنه أنا معروفة بالطربي. نعم. فأكيد إن شاء الله حيرجع يعني أعمل ريفريش وأرجع أثبت أقدامي في مصر، لأنه مصر أم الدنيا بالآخر وهي الأرضية الخصبة للفنانين العرب. نعم. بعرف كمان أنه عندك جمهور كتير كبير بالخليج، عم تحضر شيء هيك خليجي؟ عم حضر أغنية خليجية مع شركة H Production، وأكيد في كذلك تواجد على السوشيال ميديا عن طريق أعراس وحفلات بالخليج وإيفنتات وكمان مهرجانات كبيرة. بتأمني رجاء بالسوشيال ميديا اليوم؟ هو أنا مع السوشيال ميديا اللي بيكون صحي. مثل كيف يعني؟ السوشيال ميديا بالنسبة لترويج الأعمال الفنية. نعم. للفنان، فأنا بعتبرها صحية. أما بالنسبة أنه أنا رأيي الشخصي، أنا مش كتير أنه كل يوم أو كل ما أكون في محل يعني أقدم المادة تبعي تبع حياتي الخاصة. رجاء شو بنسمع على وردة مثلاً؟ وردة يعني هيدي بالنسبة لي أنا هي الأيدل تبعي، الله يرحمها. بغني لك، ما عندك شي فكرة؟ يلا منغني. أيوة 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 تا أيوة 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 تا أيوة يا أغلى الناس فعنيا، أيوة يا كل الناس، أيوة أيوة يا أغلى الناس فعنيا، أيوة يا كل الناس، أيوة أيوة يا أغلى الناس فعنيا، أيوة يا كل الناس. تيرارارارا، أنا إحساسي بحبك أكبر من كل الإحساس، فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب، لو قسمه على كل جراح كل جراح الدنيا الطيب، ترارا فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب، ترارا لو قسمه على كل جراح كل جراح الدنيا الطيب، ترارا وامتى حقول لك مين بحياتي، ما انت عز سبب لحياتي.
الفن بألف خير يا حبيبي. رجاء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كان عندك تجربة السنة الماضية كضيفة شرف بفيلم مصري مع الراحل طلعت زكريا أخناتون في مراكش، خبرينا كيف شفتي هيدي التجربة؟ التمثيل هو صعب أكيد، بس نحن في بارت منه عم نعمله في الإخراج الكليبات، فهذيك تجربة أخناتون في مراكش كانت تجربة خجولة، وأنا كنت حريصة أنه ما أخذ دور قوي، مع أنه أنا من أول فيلم للآخر، لأنه أنا كنت بستقبل المرحوم طلعت زكريا الله يرحمه، كان لي الشرف أتعرف على الإنسان قبل الفنان. نعم. رجاء ما فيك تكوني معنا وما نسمع مغربي. أندلسي. أندلسي يلا تراث ليش لا. يلا. تران بندهوار نخمم فيه تيارارارام او ملي شوفك في منامي تيارارارارام نمشي نقلب علي ونجيبك قدامي نحبك على طول يا مي. رجاء تعرضت لحملة إشاعات من قبل، اليوم أكثر عم نشهد مع مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بنشهد أكثر من الإشاعات، عم يكون في تنمر على الفنانين. صح يعني صح. يعني العالم خلصت من الإشاعات إجا التنمر عليكم أنتم الفنانين، ما بعرف أنت إذا تعرضتي لتنمر وشو رأيك بهال، خليني أقول عاها اجتماعي. ولا مرة تعرضت لتنمر، أنا ضد أكيد التنمر، لأنه هي أخلاقيات يعني مش حلوة أبدا، يعني اجمالا مش بس للفنانين والمذيعات والوسط الفني، مش حلو انك تتنمر على حدا، فانا بظن انه هيدي من كل واحد بيعمل باخلاقه، فاكيد السوشيال ميديا صايره بتفوت دايركت على الشخص الثاني مين ما كان مش بس بالفن، فانا يعني اكيد. شو رايك باللي صار مع حسين الجسمي؟ كان عندك موقف انت خاص؟ أكيد، لأنه جسمي أنا حسين عندي عزيز علي أنت تعرفي، وكان بالإكس فاكتور هو اللي أعلن عن نتيجة، كان ضيف وأعلن عن نتيجة تتويجي عربيا، فأكيد جسمي اللي صار له ما حدا بيرضى على إنسان، ولا أنا بقبله على فنان مثل هرم أو هو بقوله قامة فنية كبيرة. مش في رجاء أنه اللي عم يتنمر ما بيعرف هو قدي عم يأذي، يعني العالم قاعدة ببيوتها على موبايلاتها، فلازم واحد يكون عنده مناعة. أنا أصلاً قبل الفن اشتغلت بشركات عالمية، وكانت أنا بشتغل في البيزنس، فبتتعلمي في الأول بتدخلي على الشركات يعني ضعيفة شوي، بتقوي، فالحياة بتعلمك تكوني قوية وتصير عندك مناعة ضد هذا الشيء. التيلو غناءً للجسم شيء، شو هو؟ هنيئاً للأغاني اللي مكسرة الدنيا، وهنيئاً ليه أنه طلع من هيديك الحالة وخلاص، هو فنان كبير وعنده جمهور كبير بيحبه، فأكيد ما بيأثر هذا الشيء فيه. وعملت أغنية أنا على فكرة، سمعينا. عملت أغنية عم بتضامن فيها مع حسين، بعده ما سمع وحياتك. يلا هلأ بسمعها عبر شاشتنا. هيدي إكسكلوزيف وحياتك. شو بتقلي له؟ جبل شامخ. تفضل. أوكي. يا جبل شامخ ولك وحدك فضاك، وانت وحدك في فضا فنك فلك، كلنا يا حسين نفخر بك معك، كل لقب خصوك بهيس تهلك، يا جبل شامخ ولك وحدك فضاك، وانت وحدك في فضاء فنك فلك، كلنا يا حسين نفخر بك معك، كل لقب خصوك بهيس تهلك، راقب فنك
ويشهد لك عطاك في سماء الفن عالي منزلك نجم بخلاحك وعليم استواك كنز حب الناس بدك تمتلك يا سفير الفن تشهد بك عطاك ما يهزك قول من هو يجهلك ما يهزك ريح خليك في سماك كالجبل شامخ ولك هيبة مالك نيالك حسين الجسمي حأعمل له تاج حنزله وأعمل له تاج حبيبي رجاء بدي أتشكر وجودك معنا باليوم على الحرة كل التوفيق بالمصري وبالخليجي وبالجزائري وبالمغربي وباللبناني قريبا أكيد. وبالتمثيل إن كان سينما أو دراما فنانة منفتخر فيها من المغرب العربي لكل العرب شكرا لك حبيبي ثانك يو ليكم وميرسي على الاستضافة I love you يديم صوتك يا رب حبيبي وخليلي إياكي ميرسي شكرا.